أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية الدولية ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ وإياكم من الجاردينا حيث تحت عنوان ثورة تشرين تطرق الأبواب نشرت مجلة الجاردينا مقالا للكاتب عون القلمشي جاء فيه إذا كان هناك سبب أو أكثر لقيام ثورة في بلد ما مثل وجود نظام ديكتاتوري أو عميل أو تعرض الشعب إلى اضطهاد اجتماعي في حكمها أو طبقي كذلك فإنه يوجد في العراق أكثر من 1000 سبب يدعو للثورة. فإذا أحصيت مساوئ الحكام في تونس ومصر التي دعت الشعب للثورة فإنها لا تعادل أو حتى لا تقترب من مساوئ الحكومات المتعاقبة في العراق بالإضافة إلى كونها حكومات مارست ما يفوق مساوئ جميع حكام العالم فإنها حكومات منصبة من قبل المحتل الأمريكي البغيض ووصيفه الإيراني وتعمل على تنفيذ مخطط تدمير العراق دولة ومجتمعا. على الصعيد السياسي فإن هذه الحكومة قامت على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية وممارسة الاضطهاد والقمع والتغييب القسري والقتل والتهجير وإثارة النعرات الطائفية وإحداث شروخ في المجتمع والسماح للميليشيات المسلحة بممارسة جميع أنواع الجرائم وارتكاب المحرمات. وعلى المستوى الاقتصادي فإن الشعب العراقي يعيش في ضائقة اقتصادية أدت إلى مزيد من العاطلين عن العمل وإلى الفقر الشديد، كما أدى تدمير البنى التحتية إلى حرمان قطاعات واسعة من الشعب العراقي من أبسط مقومات الحياة الضرورية كالماء والكهرباء والدواء، ناهيك عن الفساد المالي والإداري وسرقة المال العام وتبديد الثروات. أما الجوانب الصحية والتعليمية والأمنية فقد عم الخراب والدمار في كل ركن من أركانها إلى درجة أن العراق اليوم في ذيل قائمة الدول الأكثر تخلفاً في العالم. نطرق هذا الباب بسبب تصاعد حدة الاستياء الشعبي الذي بلغ حد الانفجار، فبعد مضي أكثر من 8 أشهر على إجراء الانتخابات التي قاطعها أكثر من 90% من العراقيين، ما زالت الأحزاب الفاسدة تخوض صراعات يومية حول تقاسم الحصص وتوزيع المناصب والأموال، فمقتدى الصدر الفائز الأول بالانتخابات يريد الاستيلاء على الحصة الأكبر من الكعكة العراقية على حد تعبيرهم، في حين يرفض خصومه في الإطار التنسيقي تقديم أي تنازل مهما كان متواضعاً يمس مكتسباتهم من السحت الحرام، الأمر الذي سيدفع العراقيين إلى القيام بثورة جديدة أشد قوة وفاعلية من ثورة تشرين، وليست نسخة منها بل ستمثل قفزة نوعية سواء من حيث طبيعة قياداتها أو برنامجها السياسي أو آلية إدارتها. ويضيف عون القلمشي بوضوح أن شعارات الثورة ستقتصر على شعار مركزي مفضوح ينحصر بإسقاط العملية السياسية بحكومتها وبرلمانها ودستورها دفعة واحدة بعد أن تمكن الأشرار من الالتفاف على مطالب الثورة السلمية من قبيل تشكيل حكومة مؤقتة أو الشروع بانتخابات مبكرة وفق قانون جديد أو تعديل الدستور أو تشكيل حكومة وطنية بعيدة كل البعد عن المحاصصة الطائفية، حيث تمكن هؤلاء الأشرار من الالتفاف على هذه المطالب بإجراء تعديلات شكلية لا تستحق الذكر. هذا ما يفسر لجوء الحكومة وأحزابها وميليشياتها المسلحة لعرض مسرحيات جديدة مفضوحة كذلك لامتصاص حالة الاستياء العامة والغضب كتلك المسرحية التي يجري عرضها الآن في الوقت الحاضر مرة تحت عنوان تشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيدة عن خلطة العطار كما يقول مقتدى الصدر، ومرة بإصدار قوانين مثل قانون الطارئ لدعم الأمن الغذائي أو قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أو إصدار قرارات قضائية تعزز من سيطرة الدولة على الثروة النفطية إلى آخر هذه الأكاذيب المفضوحة.
الشعب العراقي ليس الوحيد بين شعوب العالم الذي فرض عليه القدر أن ينال حقوقه المشروعة مقابل ثمن باهظ، خاصة وأن هذا الثمن يعادل عودة الوطن إلى أهله وإدارته من قبل أبنائه المخلصين لتتحقق في ظله العدالة والمساواة وفق مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص وإنهاء الاستغلال وإعطاء كل ذي حق حقه بصرف النظر عن دينه أو مذهبه أو عرقه أو طائفته، إضافة إلى توظيف ثروات العراق وخيراته وطاقاته وإمكاناته لصالح أجياله حاضراً ومستقبلاً. فقدر الاحتلال أن يزول، خاصة وأن جميع الوطنيين العراقيين المعادين للاحتلال ولعملياته السياسية والحكومات التي نصبها المحتل لن يقفوا مكتوفي الأيدي بانتظار ما يملى عليهم، وإنما سيأخذون بيد الثورة ويتقدمون صفوفها ويساهمون في رسم أهدافها السياسية، في حين سترغم الثورة جميع الذين يتاجرون باسمها أو يحاولون ركوب موجتها على التخلي عن هذه المحاولات البائسة. أما أصحاب النوايا الحسنة الذين يعقدون المؤتمرات بأسلوب يسيء لثورة تشرين سيكتشفون خطأ هذه التوجهات ثم يكفون عنها ويلتحقون بصفوف الثوار ويلتفون حولهم ويقدمون كل الدعم والإسناد لهم، وهذا سيؤدي إلى تعميق الوحدة الوطنية وإشاعة روح الثورة والتأكيد على حقها المشروع باستخدام كل الوسائل وفي المقدمة منها الفعل المسلح، وبالتالي ستضمن الثورة سياجاً يحميها من الانتهازيين والوصوليين الذين يحاولون ركوب موجتها لتحقيق مكاسب فئوية أو حزبية. ننتقل إلى العربي الجديد. يقول الكاتب عمار السواد في العراق اليوم: القضاء أداة مهمة، فما لم يستطع السلاح المسيس فعله فعله القضاء هنا. فالمالكي مثلا وظل القضاء أداة له في ديمومة بقاء حكمه مؤبدا يوم أخفق في كسب المركز الانتخابي الأول في عام 2010، لم يمتلك سلطة أفضل من المحكمة الاتحادية برئاسة مدحت المحمود المعروف لتحويل الخسارة فوزا عبر تفسير مصطلح الكتلة الأكبر، ثم أرقه وجود سلطة موازية له هي سلطة الهيئات المستقلة، حيث لجأ مرة أخرى إلى المحمود ليعطيه ما أراد من خلال ربط الهيئات إداريا بحكومته، ما جردها من كونها سلطة رسمية مستقلة رابعة استحدثها الأمريكيون في الحالة العراقية. بقي مدحت المحمود ذا نفوذ موجه سياسيا وبعد سلسلة من التشويش والإرباك كذلك لاختيار بدائله، ذهب المحمود وخلفه ظله فائق زيدان. عندها دخلت سلطة القضاء في سجالات المعركة السياسية منذ انتخابات 2021 ولا تزال. سجالات الفرقاء السياسيين ليست الوحيدة التي تتخذ فيها جبهة، فالرجل كسلفه يخشى النقد، ومثالاً معبراً دعت أوساط احتجاجية إلى تظاهرة في نهايات 2015 أمام مجلس القضاء للمطالبة بمحاسبة المسؤولين، ضغط المحمود عندها على بعض مراكز القوى المدنية بعدم المشاركة وحصل على ما أراد، رغم أن التظاهرة مهما اتسعت لن تكون أكثر من تسجيل موقف. يشار هنا إلى أن انتقاد شخص رئيس المجلس لم يكن الأول، غير أنها المرة الأولى التي تحرك فيها بشراسة. بالطبع من الصعب على رموز السلطة أن يروا القناة الرسمية تمتلك هامش حرية للمحاور والمحاور، ربما يمكن فهم خلفية الموضوع على هذا الأساس، لكن هناك نقطة أخرى يصعب إغفالها. لم يكتف الضيف بانتقاد القاضي زيدان، إنما ربطه بسليماني والمرشد الإيراني علي خامنئي، لذا قد يفهم تحرك القاضي ضد الصحفيين على أنه في هذه الواقعة مدجج بدعم أتباع الحرس الثوري، خصوصاً أنهم سبق أن اعتمدوا عليه في تحقيق بعض ما أرادوا قانونياً أو عرقلة أشياء مما لم يريدوا بعد خسارتهم جزءاً من سطوتهم في العامين الأخيرين،
حديث أنصار الزعماء عن استقلال القضاء ليس أكثر من مسعى جديد إلى إبقاء الحال كما هو مع تغيير في اتجاهات الولاء فقط. أيها السيدات والسادة، كشف تقرير بريطاني عن تواجد 20 فصيلاً مسلحاً حول وداخل قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى العراقية، نصفها تابع لإيران، لافتاً إلى أن هذه المجاميع جعلت من المنطقة حاضنة للمشاكل والصراعات وأفشلت تطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان العراق المتعلق بإدارة البلدة التي تعد ملاذاً آمناً للمكون الأيزيدي في العراق. وذكر تقرير لموقع ديل إست آي البريطاني أن قضاء سنجار قد أصبح حاضنة للمشاكل والصراعات ومكانا حيث تتصادم فيه مصالح دول مع وجود جواسيس وفصائل مسلحة من أجل الفوز بموطئ قدم لها وبسط نفوذها هناك. تحدث التقرير عن عمليات عسكرية تركية داخل وحول منطقة سنجار تستهدف مجموعة مسلحي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم من مجاميع مسلحة مدعومة من إيران، قد زادت من حدة التوتر في المنطقة وقد تؤدي إلى اندلاع اقتتال بين وكلاء إيران وتركيا. وشدد على أن صدامات مسلحة تحدث بين حين وآخر أغلبها بين قوات الجيش العراقي المنتشرة في محيط منطقة سنجار وبين مسلحين محليين منضوين تحت لواء حزب العمال الكردستاني. وينقل التقرير عن مصادر عسكرية أن صدامات الشهر الماضي استمرت 4 أيام قتل فيها 5 أشخاص من ضمنهم جندي. ويسترسل التقرير أن حزب العمال الكردستاني ومنذ 80s القرن الماضي كان يشن عمليات عسكرية ضد تركيا، ومن الفصائل التي تسانده قوات وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تتواجد على نحو كبير في منطقة سنجار. ويقول مسؤول عراقي مطلع بشؤون الأقليات إن هؤلاء المسلحين يعتبرون سنجار منطقة اكتسبوها وليست منطقة ساعدوا بتحريرها، فيما يتحدث مصدر من الحكومة العراقية عن تجنيد مئات من الإيزيديين وتشكيل 6 فصائل مسلحة منهم مرتبطين بالحشد. كشف تقرير استخباري أوكراني عن تحويل القوات الروسية مخازن مصنع لتعليب اللحوم في مدينة ميليتوبول إلى مشرحة ممتلئة بجثث جنود القتلى خلال المعارك. بحسب تقرير مجلة نيوزويك الأمريكية، وأكد أن مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية الصادر الخميس الماضي هذا التقرير، أن الإدارة الروسية في ميليتوبول تحاول بشكل عاجل فوري الحصول على مزيد من المجمدات والثلاجات لتخزين جثث موتاها، لأن مصنع تعبئة اللحوم هذا في أوكرانيا لا يمكن أن يتسع لجثث إضافية أخرى. ولفتت المجلة إلى أن التقرير هذا يأتي بالتزامن مع مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا يقر تجنيد أكثر من 134,000 جندي جديد في الجيش. رجحت الاستخبارات الأوكرانية أن روسيا قد تكون تعرضت لخسائر بشرية كبيرة، لكن موسكو تمتنع عن الكشف عن حصيلة القتلى، فيما أعلنت وزارة الدفاع بكييف مقتل نحو 31,500 جندي روسي منذ بدء الحرب. وأشار التقرير الصادر عن مديرية الاستخبارات الأوكرانية إلى أن جثث مصنع ميليتيبول المدينة التي تقع في منطقة زابوروجيا كان جهداً آخر من جانب القيادة الروسية لإخفاء الحجم الحقيقي لخسائرها في أوكرانيا. وفي 6 حزيران/يونيو الجاري زار عناصر من الجيش الروسي منشأة في المدينة المسيطر عليها، حيث تفقدوا غرف التبريد فيها قبل أن يبلغوا إدارة الشركة أنهم سيستخدمونها مجاناً للحفاظ على جثث الجنود القتلى وفقاً للتقرير الأوكراني. وينقل الجيش الروسي مزيداً من جثث جنوده الذين لقوا حتفهم خلال القتال بالقرب من المدن الأوكرانية الأخرى بولوهي
وهولياي بول اللتين تقعان أيضا في منطقة زابوريز هيزهيا إلى مشرحة في مدينة ميليتي بول وفقا للمجلة الأمريكية. ومنذ آذار مارس الماضي لم تفصح روسيا عن عدد جنودها القتلى في الحرب، حيث أقرت روسيا بمقتل 498 جندياً في الثاني من آذار مارس. وحسب نيوزويك قال مراقبون إن معظم قتلى الجيش الروسي الذين سقطوا بالآلاف في غزو أوكرانيا هم من الشبان اليافعين ومن خلفيات فقيرة، وينتمي العديد منهم إلى أقليات عرقية. أكد مقال بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مخاطر التطرف الهندوسي المعادي للإسلام والمسلمين على صعود الهند كأمة وعلى علاقتها بالعالم الإسلامي وخاصة في منطقة الخليج العربي، حيث إن نحو ثلثي مواطني الهند في الخارج يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي الست وفقا لمحاليل سياسة الهجرة وهو مركز أبحاث في واشنطن. فقد استأثرت دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة الماضية بأكثر من نصف تحويلات الهند في الخارج والبالغة 87 مليار دولار تقريبا. وأشار المقال إلى التعليقات المهينة التي أدلى بها مسؤول الحزب الحاكم مؤخرا حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أججت الغضب وسط مسلمي الهند والعالم وفي الخليج كذلك وأماكن أخرى من العالم برمته من معاداة الإسلام والمسلمين في الهند، فيما تسعى الأخيرة إلى إقامة علاقات دبلوماسية أوثق مع هذه الدول الخليجية بشكل خاص. في مقاله بعنوان القومية الهندوسية تهدد صعود الهند كأمة، أكد الكاتب الأمريكي المولود في الهند سادنان دوم أنه ليس من الذكاء الجيوسياسي أن يسخر المسؤولون في الحزب الحاكم في الهند من دين الشركاء التجاريين والاستراتيجيين للبلاد. واعتبر أن النزعة القومية الهندوسية الحادة المتزايدة لحزب بهاراتيا جناتا أشعلت العداء الديني داخل البلاد، والآن تعقد العلاقات خارج الحدود الهندية أيضاً. وأكد أنه يمكن لهذه السياسات الداخلية المشحونة بالهند أن تعرقل تحول البلاد إلى قوة عالمية رائدة، وأشار في ذلك إلى أن التعليقات المهينة التي أدلى بها مسؤول الحزب مؤخراً حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتخذت بعداً دولياً عندما استدعت قطر والكويت وإيران الأحد الماضي سفراء الهند للمطالبة بتقديم إيضاحات، وبدأت وسوم مقاطعة المنتجات الهندية وأوقف إهانة النبي في الظهور على تويتر بدول الخليج، وبدأت المحال التجارية في البحرين والسعودية بإزالة المنتجات الهندية من رفوفها. وأعلن مفتي عمان أن الوقاحة والفظاظة الفاحشة لمسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا ترقى إلى حرب ضد كل مسلم في شرق الأرض وغربها. وشدد الكاتب على أن الهند ستظل تواجه الواقع الصارخ المتمثل في أنها لا تستطيع تحمل عداء العالم الإسلامي بسبب مصالحها الاقتصادية الكبيرة. وفي خبرنا اليوم بإتقان وإبداع يواصل الخطاط السوري محمد ماهر حاضري نقش آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية على القماش في ورشته بولاية بورصة غربي تركيا. وكان حاضري حكى مصحفا كاملا على القماش وعرضه بالأحرف في عدة معارض داخل تركيا وخارجها. واستغرق العمل على حياكة المصحف الشريف هذا عدة سنوات، ويتكون من 12 مجلداً بطول 80 سنتيمتر وعرض 60 سنتيمتر ويزن 200 كيلوغرام. هاجر حاضري إلى تركيا واستقر بها عام 2014 بسبب الحرب. ويقوم حاضري الآن الذي يعيش حالياً في ولاية بورصة بنقش بعض الآيات في القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية الشريفة كذلك على القماش، ويرغب في تعليم فنه للآخرين لنقله إلى الأجيال القادمة.
متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.